فلتصدح حناجركم بموطني، فلا موطن بعد اليوم، ولا كلمة حرة، ولا عيشا كريما. تقتلكم يد الغدر واحدا تلو الآخر بدم بارد، تشيعون شهيدا وتنعون الآخر، تستذكرون شهيدا وتلملمون جراح آخر. بالأمس استشهاد أسامة الشحماني في البصرة، واليوم استشهاد ياسر كاظم متأثرا بجراحه في بغداد، ولاحقا نجاة النشيطين لوديا ريمون وعباس صبحي من محاولة اغتيال بعد أن استهدفهما مجهولون في البصرة. لله دركم حين تحملون جنائز الشهداء التي يلفها علم العراق، وأنتم تعلمون أن رصاص الغدر عراقي يحمل اسم العراق. ولله دركم حين حملتم على عاتقكم غاية تشرف وراية ترفرف. لله دركم حين تواصلون الطريق بلا هوادة، ويقينا تعلمون أن نهايته الموت. عذرا يا شباب الكلمة الحرة، فالشباب يختلف في مقاييس سراق الوطن. الشباب موعد مع الموت ورحلة مع تكميم الأفواه. الشباب قتل للفكر الواعي وترسيخ لبيع المبادئ. تغلب هنا القوة على المنطق وتستفحل المصالح الضيقة، وتصبح الآلام في الوطن غربة لا نهاية لها. كيف سيبرر قاتلكم جريمته؟ وماذا عن وطنيته؟ ماذا عن الحرية والديمقراطية التي ينادي بها عرب الموت؟ وماذا عن الوطن الذي أصبح حكرا على السراق؟ بسم الإسلام حكمون هاي اكبر حسرة يا حدا.